الدين اذا الانسان تمسك به هذا انسان مثالي يعيش سعيدا ويسعد الاخرين. والصلاة للدين والصوم للدين والحج للدين والذين يرثون الارض اخيرا وهم العباد الصالحون هم المتدينون. يجب علينا ان نتزود بالتملي من الدين وحتى يكون هذا وقودا لنا يدفعنا الى الامام في سائر السنه. ما فائده الدين؟ فائدتان، فائده في الاخره وفائدة في الدنيا المعاشة التي نعيشها ونكون فيها. فائدة الدين ثلاثة في الدنيا نلخصها. الأول الإطمئنان النفسي كما في القرآن الحكيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان غير المتدين لا إطمئنان نفسي له. الإنسان غير المتدين قلبه هواء، ليس له متكأ، خصوصا في الشدائد: المال والمنصب والجاه والزوجة والسيارة وما أشبه لا تملأ الفراغ الروحي. الدين هو الذي يملأ الفراغ الروحي. ولذا في الحقيقة إذا أردت أن تخدم إنساناً أكبر خدمة ازرع في نفسه الدين، لأنك تجعل هذا الإنسان جبلا أمام الكوارث وأمام الأحداث. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني الذي يسببه الدين إصلاح الحياة تلقائياً. الإنسان المتدين قلبه الطيب ونفسه الطيبة، هذا تلقائيا يشع في المجتمع الخير كالمصباح. الله، الاعتقاد باليوم الآخر هذا أفضل شيء يزرع في البشر. هذا الشيء الثاني.